الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطة للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد أو الرشيد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من الشهر العاشر، اللي هو ليلة 13 من ربيع الآخر لعام 46 و400 الموافق ليلة 16 من الشهر العاشر لعام 24 و2000. نعم، وقد بلغنا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: والإحسان إلى اليتامى. قال الشارح: نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله والإحسان إلى اليتامى. اليتيم لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. من مات أبوه قبل بلوغه، يعني لو مات أبوه بعد بلوغه ليس بيتيم، ولو مات أبوه قبل بلوغه ثم بلغ أيضا يرتفع عنه وصف اليتم فليس بيتيم. إذن ما دام هو دون البلوغ ومات أبوه فهو يتيم. إذن اليتم ممكن يرتفع، وعلى أنواع اليتم أن يموت الأب وابنه أو ولده في بطن أمه، هذا أعلى أنواع اليتم. ويذكر في السير أن هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلتقي بأبيه لحظة واحدة، توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه صلوات ربي السلام عليه. نعم. قال: والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، وفيه فضل عظيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. طيب، يقول: إحسان اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، يعني بكل ما يحمل معنى الإحسان، لأن هذا الإحسان حسب ما يتعرف عليه الناس، لم يحده الشرع كيف يكون الإنسان محسنا مع اليتامى، فيكون بحسب ما تعرف عليه الناس. يقول: رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم. يقول: وفيه فضل عظيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. قال يعني فعل، يجوز أن يقال عن الفعل قال، كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا وضرب في الأرض ومسح وجهه وكفيه، قال بيديه يعني فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيديها كذا بأصبعيه، يعني كما معلوم السبابة والوسطى صبعان متتاليان، إشارة لماذا؟ إلى أن يكون هذا قريب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الذي يكفي اليتيم. في رواية قال: أنا وكافي اليتيم له أو لغيره. كيف يعني له أو لغيره؟ يعني قد يكفل الإنسان يتيما له، كما لو كفل أخوة الصغار من أبيه مثلا، قد يكون أبوه تزوج وأنجب صغارا ثم مات أبوه، فهؤلاء بالنسبة له أخوة لأب فيكون أيتام. أو مثلا أولاد أخته، عادة إذا مات الميت ترجع المرأة إلى بيت أهلها ومعها الصغار، فيصير هذول أخوالها، أخوالهم يراعونهم. أو مثلا أبناء الأخ، فيكون هذه أيتام لك أقربائك. أو تكفل اليتيم لغيرك، يعني واحد ليس من أسرتك، واضح؟ ولذلك الآن يعني نفهم من هذا كفاءة اليتيم ليس أن تنفق عليه الشهر 10 دنانير ولا 100 ريال ولا أقل ولا أكثر، هذه صدقة. كفاءة اليتيم أن تأتي به ويعيش معك مثل أولادك، حيث الرعاية، التعليم، التأديب، النفقة، الطعام، الشراب، حتى يمكن تخرج عنه زكاة الفطر، فيكون في كنفك، في رعايتك، في بيتك، واضح؟ وأحيانا كل واحد الأيتام أولاد الزوجة، قد يتزوج أرملة ولها أولاد، فيتزوج الأم
ويكفل أولاده الأيتام. نعم. وفي حديث آخر قال: وفي حديث آخر: من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقارن بين أصبعيه. المسح رأس اليتيم، هذا الحديث فيه ضعف، لكن الصح منه ما بعده، أن يعني المسح رأس اليتيم سبب لين القلب، ولذا قال وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. نعم. قوله: والمساكين جمع مسكين، وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. طيب، المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين، لكن عند اجتماع يعني اجتماعهما يعني يذكر هذا وهذا في جملة واحدة، كما في آية الزكاة مصارف الزكاة قال جل وعلا: إنما الفقراء إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فهنا المساكين غير الفقراء، لكن أيهما شد حاجة، الفقير ولا المسكين؟ الفقير. فالمسكين عنده لكن ما لا يكفيه، ممكن يكفيه أسبوع نصف شهر ما يكفي، لكن عنده شيء لكن لا يكفيه. أما الفقير هو المعلم اللي ما عنده شيء، فيكون الفقير أقل رتبة وأشد حاجة من المسكين. طيب، لكن قال الله جل وعلا: فيطعموا 60 مسكينا، يعني فقراء ومساكين، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، لكن عند ذكرهما اجتماعهما في جملة واحدة يفسر المسكين بتفسير والفقير بتفكير، والفقير بتفسير، يقول هذا مثل الإسلام والإيمان، المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ايش المؤمن؟ يعني مسلم، لكن اخبرني على الاسلام اخبرني على الايمان، فرق بين الاسلام والايمان، فالايمان اعمال القلوب، من الايمان بالله وملائكته كتبه ورسله والاخره ايمان القدر خير وشر، بينما الاسلام اعمال الجوارح، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، شهاده لا اله الا الله ان محمد رسول الله، اقام الصلاه، اتى الزكاه، صوم رمضان، حج البيت. لكن اذا قيل قال انا مسلم، يعني مسلم مؤمن، وما يقتل مؤمنا يعني مؤمنا مسلما، فهذا ما يسمى ايش؟ اذا اجتمع افترق في المعنى، كل واحد له معنى، واذا افترق ذكر احدهم دون الاخر اجتمع يعني اخذ المعنيين. واضح؟ طيب، والفقير في الاصطلاح قال: والفقير في الاصطلاح من وجد اقل من نصف كفايته او لم يجد شيئا اصلا. قال: والمسكين من وجد نصف كفايته فاكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك والمراد عندنا يعني عند الحنابلة، المشايخ نجده وعندنا يعني عند الحنابلة. نعم. خلافا قال: خلافا لأبي حنيفة ومالك. والمراد بالإحسان إلى المسكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. الساعي المراد يعني الذي يسعى لقضاء حوائج الأرامل والمساكين، وليس مراد الساعي هو المسرع، حتى لو يمشي ببطء، حتى لو مثلا يوزع وهو جالس في مكانه عن طريق مثلا صدقات بالالكترونيات بالهاتف، ايضا هذا يعتبر ساعي. المهم الذي يقوم بكفايه الارمل والمساكين. قال: كالمجاهد في سبيل الله، ومعلوم الجهاد ومنزلته، فالذي يسعى الارمل والمساكين شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهد في سبيل الله. أو قال: كالقائم لا يفتر، يعني يقوم الليل، والصائم لا يفتر، فهذا دليل عظيم دال على فضل السعي على الأرامل والمساكين. طيب، قوله هو ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، والسبيل الطريق، وسمي بذلك لملازمته السفر،
كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل. وقال بعض العلماء المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيهما عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أحسن رأيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، قوله يعني ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده، لكن الآن سافر وانقطع ما يستطيع يصل حتى لأملاكه التي في بلده، فهذا يعطى ما يتبلغ به في سفره حتى يرجع إلى بلده. واضح؟ سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، لا لأنه مولود في السبيل أب له ولا مولود في السبيل، لا، لكن لملازمته. يقول كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل. وبعض العلم قال ابن السبيل يعني الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب بإكرام الضيف، لكن لا يكون هذا الكرم كرما مقبولا مأجورا عليه العبد ما لم يكن إيش لوجه الله تعالى، ليس للسمعة والرياء، وإنما يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. وذاك كان من الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف. نعم. قوله والرفق بالمملوك. الرفق بكسر الراء وسكون الفاء، وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقد تكاثرت الأدلة، يعني يعرف شيء بضده. الرفق يعني اللين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. يعني حتى لو عرف ما هو ما الرفق ضد العنف، وبضدها تتبين الأشياء، كثير من الأشياء أحيانا يعني تفسر ببيان ضدها. واضح؟ طيب، على وهو ضد العنف. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على ذلك كما أوصى سبحانه بذلك، قال تعالى وما ملكت أيمانكم، وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله أكبر. طبعا المملوك دائما مكسور، يباع ويشترى ويهان ويتجرع عليه، فكانت الوصية به ضرورية حتى الناس يتقون الله به. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يعني قال أخوانكم خوالكم يعني خدامكم، فمن كان خوله أو أخوه تحته يده فليطعم من ما يطعم ويكسب من ما يكتسب. وكان أبو ذر يفعل ذلك، يعني رؤيا أبو ذر ولا عليه ثوب وعلى غلامه ثوب، يعني من نفس اللبس. فسئل عن ذلك فقال إني عيرت رجلا في أمة، يعني قال له ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمة أنك امرؤ فيك جاهلية. بعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه تواضع جدا بعد هذا العتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يلبس يعني غلامه المملوك من جنس ثيابه ويطعمه من جنس طعامه، كل ذلك من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. تصوروا للصلاة وما أعظم شأنها، النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه الأخيرة قبل وفاته صلوات ربه والسلام عليه كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلى هذا الحد يوصي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أنس رضي الله عنه ومالك وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني عن ابن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها في مرض موته حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلاة مفتوحة على أي سبيل؟ يمكن على
يعني فعل محذوف يعني أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. نعم. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة، أخرجه الترمذي. هذا في ضعف الحديث. نعم. قوله وينهون عن الفخر أي المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك، سواء كان فيه أو في أبائه، ذكره في المصباح. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، والفخور هو الذي يفخر على الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا على من دونه، وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر. يعني دائما الفخر هذا ناشئ عن ماذا؟ عن كبر. من أخطر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا واحد أحيانا ينظر في نفسه وفي الآخرين يقول من ينجو من ذلك؟ الناس يحتقر بعضهم بعضا من حيث المهن، من حيث الأسماء، من حيث الأنساب، من حيث البلاد، من حيث الشهادات، من حيث الأموال. هؤلاء يحتقرون هؤلاء، هؤلاء يحتقرون هؤلاء، هؤلاء يعيرون هؤلاء، هؤلاء يعيرون هؤلاء، من كل حد بنوصل. فإذا كان هذا يعني مثقال ذرة توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الوعيد وهو أنه لا يدخل الجنة، فيحتاج المسلم أن يتابع نفسه وينظر في حاله ويعرف حقيقة أمره ويخشى على نفسه من أن يتكبر. لذلك أهل السنة ينهون عن الفخر للأدلة التي وردت، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على عهد موسى عليه السلام تسابى رجلان فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان، وعد عشرة يعني من نسل فلان ابن فلان، وقال الآخر أما أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فقال عد عشرة تسعة في النار وهو عاشرهم. يعني إيش الفائدة من هالعشرة ولا كلهم كفار طواغيت، وهذا عد اثنين في الجنة وهو ثالثهما. فالله عز يقول في كتاب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل الناس تحفظ هذه الآية، لكن كم نصيب كل واحد من تطبيق هذه الآية والإيمان بها، صح؟ أي واحد يقول له إن أكرمكم عند الله بكمل آية يقول أتقاكم، لكن في الواقع كل واحد ينظر نفسه من منه تبدأ الأمور. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الله يتوب علينا وعليكم أجمعين. مثقال ذرة كفيلة لأن إيش؟ الإنسان لا يدخل الجنة لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر فقال بطر الحق وغمط الناس، رد الحق والتكبر عليه وغمط الناس يعني احتقارهم، والله المستعان. نعم. وروى مسلم، قال وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نعم. هذا الحديث يعني كل الأحاديث أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا حتى للتوكيد وزيادة إيضاح وتذكير بأن هذا أمر الله عز وجل أوحى إلي، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، هذه حتى الغاية. يعني لماذا نتواضع؟ لكي لا يبغي البغي والاعتداء، ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع خلق عظيم، خلق عظيم لا يحسد عليه الناس. ممكن الناس يحسدون المتكبر لكن ما يحسدون المتواضع، تصور معنى الله عز وجل يحب المتواضع ويبغض المتكبر الغليظ الجواد سخاب في الأسواق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيد المتواضعين، تواضع جدا، حتى يدخل الرجل يقول أيكم محمد، يعني من شكله من جلسته من لبسه يقول أيكم محمد، وتأتي الجارة تأخذه من يده حتى ما يدعها حتى يقضي حاجته، ويسمع إلى المرأة
ويأكل مع الفقير، ويعود المريض ولو كان غلاما يهوديا أعاده عليه الصلاة والسلام. استجاب المرأة يهودية ليست على ملته وليست من الرجال، ومعلوم القصة، وضعت له شاة مسمومة أصابه شيء من السم صلوات ربي والسلام عليه، وعافى عنها حتى يضرب مثالا في العفو. يهودية وامرأة مسممتة وعافى عنها، لكن مات بعض من أكل فأخذت بذلك، لكن عن نفسه هو عفى وقال ما حملك على ذلك، فوق أنه استجاب لها وهي امرأة ويهودية واستجاب لدعوتها. قالت قلت إن كنت كاذبا أرحت الناس منك، تقول نبي وأنت مو نبي ريحت الناس منك، وإن كنت صادقا فسينجيك الله. الشاة أنطقت وهي مصلية وأخبرت بأنها مسمومة وقد أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حضرت الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعت فيه. قال بعض العلماء أراد الله أن يجمع الفضائل كلها لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى من أسباب وفاته السم، فبلغ إيش؟ فبلغ منزلة الشهداء أو فنال الشهادة، ها يعني حتى فضل الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نصيب صلوات ربي وسلامه عليه. وهو دليل على أنه لا يعلم الغيب، ودليل على تواضعه، ودليل على عفوه عند المقدرة. كان بإمكانه أن يعاقبها لكنه عفى عنها، لكن لما مات غيره ممن أكل أخذت بذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا الحديث: فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهو الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى. قال ابن القيم: المستطيل يعني المتطاول على الناس والمعتدي عليهم، إذا كان يستطيل بحق يعني عنده شيء يستحق أن يفتخر به فيقع في الفخر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بغير حق ما عنده شيء يستحق أصلا يترفع به، فصار هذا من البغي والاعتداء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: والافتخار نوعان، محمود ومذموم. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة على وجه الفخر، بل لا على وجه الفخر بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيها، وذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. يعني لا أقول ذلك على سبيل الفخر، وإنما يبين فضل الله عليه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام محمود الشفاعة العظمى، فكل أنبياء والعزم الرسل يتخلون عنها، كل من يقول نفسي نفسي، حتى إذا انتهى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، ويقول أنا لها أنا لها. فإذا قال أنا السيد ولد آدم يوم القيامة والفخر، أتدرون بما قال الله رسوله عليه، فسرد لهم إيش قصة أو حادث أو ما سيكون فيه يوم القيامة من حديث الشفاعة صلوات ربي وسلامه عليه. يعني من ذلك مثلا المسلم يفتخر بإسلامه، يفتخر بعقيدته بتوحيده لله عز وجل، كما لو قيل له مثلا أنت سني أو لا أنت سلفي ولا أنت على عقيدة من أتباع الصحابة، يقول نعم اللهم نعم، ولا أستحي من ذلك ولا أفتخر بهذا، لبيان فضل تمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا نجاة إلا بذلك. والمرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا كان على سبيل إظهار فضل الله عز وجل وبيان الحق والتمسك به ودعوة الناس إليه هذا لا بأس، لكن إذا كان يقول ذاك على سبيل التكبر والخيلاء والفخر لا يجوز، وبين الأمرين شعرة. يعني قد يأتي إنسان يفتخر وقصده بذلك التكبر والترفع ويقول لا أنا أريد بذلك إظهار نعمة الله، هذا يحصل. فكل واحد حذر إذا أردت تحدث نعمة الله، كما لو كان مثل واحد في مناظرة أو في مجادلة قال يعني أنت تتبع الصحابة يعني هم غير معصومين، قل نعم اللهم نعم أتبعهم وإن كانوا غير معصومين، فقد أمرنا بذلك في كتاب الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وصلي جهنم وساءت مصيرا. فنتبع السلف أتبع
سلف هذه الأمة وخير هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بهذا أمرت وبهذا أو على هذا استقمت والتزمت ذلك. نعم. قال: وقال سعد رضي الله عنه: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. انتهى. قوله والخيلاء، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قوله ولا تصعر خدك أي تميله وتعرض عن الناس تكبرا. وقوله مختال فخور أي ذي خيلاء، تصعير مرض يصيب داء يصيب الإبل فيجعلها صادة كأنها يعني رغبتها ملتوية، فمن هنا قيل عن الذي يعني يلوي وجهه والتصعر متكبر على الناس، فهو من هنا استعير هذا الاسم. قال ولا تصعر خدك أي لا تميل وتعرض عن الناس تكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. قال المنذري: الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها، يعني تلفظ ماذا وماذا؟ خيلاء وخيلاء بضم الخاء وكسرها لغتان. نعم. هو الكبر والعجب. نعم. والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. انتهى كلامه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. هذا وعيد، يعني ليس مع ذلك بأن الذي يجر ثوبه خيلاء سيغيب عن نظر الله وعن بصره، كلا، بل هذا أسلوب وعيد، يعني كما لو أن شخصا ما رأى فلان هو يرى، قال ما ينظر في وجهي، مو لأنه عاجز عن النظر أو أعمى، وإنما احتقارا له أو تأديبا له أو حسب ما أراد بذلك من عدم النظر. فمثل هذا وعيد شديد يدل على أن ما قيل فيه لا ينظر الله إليه هو من الكبائر. الذي يجر ثوبه خيلاء يعني تكبرا، طيب إذا جر ثوبه ليس بخيلاء، هو ذاته خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسبال الإزار من المخيلة. إذا كنت غير متكبر لماذا لا ترفع إلى الكعبين، فوق الكعبين، ما دام أنت غير متكبر؟ لكن قد يقول قال: نعم يوجد من ليس بمتكبر ومع ذلك يلبس ثوبا طويلا، كما يحصل بعض الناس تجد فقير وثوبه نتن وسخ ومع ذلك طويل، أصلا ما عنده شيء من التكبر، هو معدوم. لكن على المسلم أن يرفع ثوبه فوق الكعبين، فوق الكعبين لا حظ الإزار من الكعبين. الشيخ العثيمين يفصل قال: إذا جره خيلاء هذا هو وعيد، لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة ولا عذاب أليم. إذا جره من غير خيلاء له وعيد، وهو ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فيكون هذا الوعيد خاص النار تصيب ما أسفل الكعبين. هذا ممكن؟ نعم ممكن. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يتساهل في الوضوء ولا يمس الماء عقابه، يعني مؤخرة قدمه، قال ويل العقاب من النار، يعني ويل لأصحاب العقاب من النار. ممكن النار تصيب العقاب فقط، وممكن نظير هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن من يلبس الذهب: أيعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بين أصبعيه؟ فهذا يدل على أن ممكن يكون الوعيد جزي على شيء من الجسد، فعليه يكون إذا لبسه خيلاء هذا لا ينظر الله عليه ولا يكلمه ولا عذاب عليه، وإذا أصاب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الوعيد لهذا الجزء من البدن. وعلى كل حال المسلم في غنى عن ذلك، يرفع ثوبه فوق الكعبين. نعم. قال: وفي البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان، صرف ومخيلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. بطرا يعني تكبرا. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. هذا رجل بينما في تلك الحال رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يعني مقدمة رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتزلزل يعني يدخل في الأرض إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم. قوله: والبغي وهو العدوان على الناس. قال العلقمي: أصل البغي مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. يعني أي البغي يعني عطفا على ماذا؟ أن أهل السنة ينهون عن الفخر وينهون عن البغي وهو العدوان على الناس. نعم. قال: أي أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آجلا. الله أكبر. إنما بغيكم على أنفسكم. عجيب الأمر هذا. تعرفون حديث اللعن أن من لعن مسلما صعدت اللعنة إلى السماء فإن وجدت مسلكا وإلا رجعت فتذهب يمنة ويسرى ثم تذهب إلى من وجهت له فإن استحقها وإلا رجعت الذي إيش لقائلها. شوف إنما بغيكم تعدكم على أنفسكم. فهذا والله عجب عجاب حقيقة يشاهد وملموس ومحسوس. يتعدى الإنسان وإلا أثر هذا التعدي إيش هو أول من يتضرر به أو يأتي تدميرا عليه. إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. أي إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آجلا. وكذا الناس ينتظر ماذا؟ ها العاجل إذا خاصم إنسان أو ظلمه أو ساء إليه فيريد أن يرى عجائب قدرة الله فيه وما يدريك ربنا جل وعلا يملي له حتى إذا أمسكه لم يفلت فيعذب عذاب أشد من لو عذبه في الدنيا. فالمؤمن إذا كان عنده يقين بأن الله سيلقى الله وسيختص الله له من خصمه من المعتدي عليه ما همه حصل ذلك إيش في الدنيا أو في الآخرة أو يحصل في الدنيا والآخرة. المهم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكان إذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه هل تظن أنه يبيح لأحد من خلقه؟ ها هو القادر على كل شيء وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. مستحيل يبيح لأحد الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يعتدي ويبغي على الآخرين هو المتضرر الأول والآخر. إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. قال: وفي هذه الآية شؤم البغي وسوء مصرع الباغي. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة وردت الأحاديث بالنهي عنها والتحذير منها ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي. فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أو قال أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي والحاكم وصححه. جرت عاد كثير من الناس ممن يبغي على الناس ماذا يفعل؟ يعتدي على الناس ويتهمهم. يعني قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. من اللي كان معتدي أصلا؟ من الذي راود الآخر عن نفسه؟ امرأة العزيز هي التي اعتدت هي التي راودت عن نفسه وهو الذي إيش فر منها وهي التي قدت قميصه من دبر. ومع ذلك لما ألفت سيدها هذا الباب بادرت وقالت إيش ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. سبحان الله. هذه قاعدة كثير من الناس تجد هو المعتدي وإذا تكلم ها صب كل اعتداء وكل خطأ على خصمه. وبهذا قيل المثل المشهور العربي: رمتني بدائها
وانسلت. يعني هذا رجل له زوجتان، إحداهما قبيحة جدا والأخرى جميلة، فالقبيحة واجهت هذه الجميلة فكل ما فيها من قبح صبته على ضرتها، أنت اللي فيك كذا وكذا، وصفتها بما فيها من أوصاف البدنية والخلقية، أنت تعجبت كل هذا، كل ما فيها من أوصاف وجعلتها على ضرتها، فقالت هذه الكلمة المشهورة جدا: رمتني بدائها وانسلت. سبحان الله العظيم. يعني أذكر أنا هذه الأيام في بعض الناس هنا في الكويت يسمينا نحن اللي ما أيدنا حماس في بداية حماقتها بفعلتها في غزة دعاة الفتنة، دعاة الفتنة الذين يحملون حماس فتنة سويلة. ها يعني ما كان لنا أي علاقة في الموضوع، لا ابتداء ولا انتهاء. تبرر أولئك الآن وتدافع عنهم، اللي يقول هاي الخسائر تكتيكية، شلون تكتيكية؟ الواحد السياسي رد على خالد مشعل لما قال الخسارة تكتيكية، قال التكتيك عادة إيش يفعله الإنسان لنصالح نفسه، يعني مثل إيش الكر والفر، ها؟ لا يجوز الإنسان يولي الدبر إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة، يعني يوهم العدو بأنه انهزم حتى يفر، هذا التكتيك. فالتكتيك واحد يسويه شهوان لصالح نفسه، مو تتصرف تصرف يباد فيه الناس، تكتيك. كل هاللي حصل تكتيك وتصريحات واللي يعزي حسن الشيطان هذا ويترحم عليه ويقول عنه شهيد، واللي يقول هذا مش مهمتنا الشعب الغزاوي، المهم نحن ننجو، والمهم واللي يقول احنا ما دام قاداتنا وكذا سلمنا فنعتبر احنا منتصرين، طيب وبهل باقي الناس؟ كل هؤلاء ما هم دعاة فتنة، واللي ما له علاقة بالموضوع دعاة فتنة. حقا ايش رمتني بدائها وانسلت. هذا كثير حتى عند الأطفال، ربما الطفل ايش هو الذي يبدأ ثم يقول هو تحرش فيني، هو اللي ضربني أول شيء. يعني الناس راضعته من صغرهم في هذا الموضوع، فتجد حتى عند الدعاة، حتى عند غيرهم، حتى عند في المحاكم، في المخافر، تجد كثير من الناس يصف خصمه بما فيه هو، هذا بغي، هذا مردوده على الشخص نفسه. نعم. قال قوله: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. قال العلقمي: يقال طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه. وإن تقرأ صفحة كم؟ استطالة. نعم، عيد الاستطالة. قوله: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. قال العلقمي: يقال طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه. نعم. قوله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. طيب، الاستطالة على الخلق بغير حق أو بحق أو بغير حق. بغير حق واضح، طيب كيف يستطيلهم بحق؟ إن قد يكون له حق كأن نرد الإساءة بالإساءة أو السيئة سيئة مثلها، لكن إذا تجاوز فقد استطال، مع أن أصل رد السيئة بالسيئة هذا كان من حقه، لكن ماذا فعل؟ زاد، كما يقول البعض رديت له إيش الصاع صاعين، لا ما يجوز، كان تبي ترد عليه بالصاع صاع، مو ترد الصاع صاعين، هذا ظلم، هذا استطالة. ولذلك عادة الذي يريد أن يرد السيئة بمثلها لا يكاد يضبط نفسه فيستطيع أن يردها بمثلها، إلا إيش يتجاوز قليلا أو كثيرا. فلذلك عدم رد الإساءة بالإساءة هذا هو الأفضل والأسلم، لأن لا يكاد يستطيع إنسان أن يضبط نفسه فيرد السيئة بسيئة مثلها.
واضح؟ وإذا رد السيئة بالسيئة قد يفوت أجره، يعني واحد شتمك فشتمته صارت هذه بهذه، لكن لو أنك شتمك ما شتمته أو يعني رديت الإساءة بالإحسان أو أمسكت واحتسبت الأجر عند الله، فهنا قطعا يعني ستسلم من الاستطالة وتوفر أجرك كاملا. فلو سبك أحد وسببته كما سبك سببته، لكن إذا ما سبيته وقد سبك تأخذ أجرك كاملا. واضح؟ نعم. قوله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق لأنها من أخلاق المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان، كما تقدم حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا الحديث، أي يأمرون بأعالي مراتب الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، مشتق من علا في المكان من باب قعد علاء بالفتح والمد. علاء بالفتح، يعني فتح العين والمد. نعم. قال: وينهون عن سفسافها، أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعا: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وروى أيضا عن جابر مرفوعا: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن طلحة ابن عبيد الله مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في النهاية: السفساف الأمر الحقير. يعني قال في النهاية عبد الرحمن العبيد، قال في النهاية ها؟ لا شوف فيصل أبو عبد الله يتبسم لأنه عارف شو معنى النهاية، ها بس أبو يوسف شنو النهاية؟ يطالب الحاشية زعبي. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، هذا كتاب أتنا إيش بتفسير الكلمات اللي ورد في الأحاديث، مر على أحاديث كثيرة وين في لفظ غريب شرحه، وهذا في كتب في القرآن غريب القرآن اسمها، يشرحون إيش مفردات قليلة التناول والتداول، الناس ما تكلم كثير تسمى غريب. فيقول إذا كان حديث ويشرحه قال في النهاية يقصد كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. خلاص عبد الرحمن، هذا معنى قال في النهاية. نعم. السلام عليكم. كمل. قال في النهاية: السفساف الأمر الحقير. قرأت تحت النهاية في غريب الحديث صح؟ وتعرف من أول؟ ما قرأتها تعرف من أول. طيب يلا، ويوسف حاول يطالع تحت بس ما أسعفه الأمر. يلا. قال في النهاية. قال في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا أثير، إذا نخل والتراب إذا أثير. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. انتهى. الله سفسافة العصر هذا كثيرة جدا، ممكن الناس تتقاتل من أجل كرة والهوى والرهانات والشاتافة، ومع ذلك يصل الأمر إلى القتل. عليش ها؟ هذا أمر لو ذا سجل هدف سجد، هم يمكن ما يقصر لصلاة الخمس بس الهدف سجل، يعني تغليد الغرب، لأن أصل الغرب كان واحد إذا هدف هدفا صلب يضرب على صدره حركات إيش عبادة الصلبان، هذا حولوا إسلامي ما شاء الله كل شيء إسلامي، فقام إذا هدف هدفا سجد، هذا غلط. نعم. قوله: وكل ما يقولونه ويفعلونه إلى آخر قوله، أي كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيره، فإنما فيه متبعون للكتاب والسنة،
فهم متبعون لا مبتدعون، مقتدون لا مبتدون، فأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة. الله أكبر. ولذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة وتقيدهم بما جاء فيهما وتحكيمهما في الكثير والقليل ونبذهم كل ما خالفهم ولذا سموا أهل الكتاب والسنة. لكن كثير ماذا يسمون؟ أهل السنة. يعني دون الكتاب؟ لا، يعني بالإضافة للكتاب، لأن كل من يقول الكتاب الكتاب كل من يقول، لكن كثير من الناس يقول الكتاب دون السنة، ويسمون أنفسهم القرآنيون، والمراد هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. نعم. قال: فهم يزينون أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة، إذ لا نجاة إلا باتباعهما، ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأهل السنة يجعلون كلام الله مادي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي. هو الكتاب والسنة، هو الإسلام، هو ما كان عليه سلف الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خط في الأرض مستقيما، كأنه يبين لهم هذا الخط المعنوي كأنه مادي، حوله إلى مادي، خط مستقيما، وخط عن جنبيه خطوطا قصيرة، هذا خط طويل وهذا قصيرة. وتلقوا الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق الجانبية هذه، فتفرغ بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الصراط المستقيم طويل، والسبل الضلالية قصيرة. وإذا كثير من الناس يستبطئ النصر والظفر وإلى آخره إذا سلك الصراط المستقيم، قولوا تريد تعال ندعو الناس لتصحيح عقائدهم وتوحيدهم على الكتاب والسنة وترك الشرك والبدع بعدين جاهد، يعني معنى هذا أنه ما في جهاد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عليه كلمة جميلة، قال: لأن تسلك الطريق المستقيم بطيئا تسير عليه سير السلحفات، السلحفات تضرب فيها المثل إيش؟ ببطئها، تكون قد وصلت. الوصول هو إيش؟ أن تركب الجادة، أن تسلك الصراط المستقيم. إيش الغاية اللي أمامك؟ الغاية مرضات الله عز وجل، توحيد وعبادة وحده لا شريك له، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الحين هذا تعتبر وصلت، لكن لما واحد يضع غايات غير هذه الغاية الشرعية يقولك متى نوصل؟ توصل إلى ماذا؟ قالك إيش؟ إلى الخلافة، إلى الحكم، إلى سدة، إلى الكرسي. إذا أنت وضعت إيش هدف من غير الكتاب والسنة، غير مرضى، غير الذي خلقت من أجله، الخلاف ولا الحكم، هذا لتحقيق العبادة لا هو لذاته. يعني مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد غاية ولا وسيلة؟ نسمع ماذا قال الله عز وجل، قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. إذن هو وسيلة لتحقيق أن يكون الدين كل لله عز وجل، يعني العبادات كلها لله وحده. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ حتى تسفك دمائهم، حتى تأكل أموالهم، حتى تسفي نساءهم، حتى لما؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة والزكاة. إذن هنا المراد الغاية، الهدف هو تحقيق العبادة في أنفسنا وفي الآخرين. ولذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية الصحيحة. فأنت إذا سلكت الصراط المستقيم قد بلغت الغاية التي من أجلها خلقت. قال: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. قال: هذا صراط الله مستقيم فاتبعوه. نعم. قال: فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع،
قال الله تعالى الإمام الإمام لأن الإمام يؤتم به مثل إمام الصلاة، إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فانصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا سلم فسلموا. إذن هو أمامك تتبعه. أهل السنة جعلوا الكتاب والسنة إمامهم وهم يتبعون الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة يجب توحيد الرسول. قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذاك خير، يعني في الحال، وأحسن تأويلا يعني في المستقبل. لم يقل فإن تنازعتم في شيء فليعذر بعضكم بعضا، ها، فلنتفق فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا، هذا من أبطل الباطل. هكذا راح حينئذ لا شرك ولا بدع ولا معاصي ما دام ايش نتفق فيما اتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الصحيح أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، هذا هو الصحيح. الدين النصيحة، مش إني أسكت عنك وتسكت عني. كثير من الدعوات هذا أصلا قصدها فقط التجميع. هذه من أكبر الدعوات المنتشرة عالميا ممن تنتسب للإسلام، دعوة التبليغ يسمى الأحباب. هذا عندهم أصلا من أصول دعوتهم عدم الإنكار، لا تنكر، وإنما هو بالقدوة يستقيم، حتى لو سمعه يتكلم بكلام باطل أو يفعل أفعال باطلة أو يخرج معهم ويدخن ولا يحلف بغير الله ولا أصلا ما عندهم علمهم أصلا، يقول مع القدوة يتصلح. لا تنكر شيئا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ بل قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال اسكت عنا. هذا كله من الباطل. أولئك يقولون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذاك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وتقدم ذكر معنى الاتباع وهو الاقتفاء والاستنان. هذا الحديث فيه ضعف، وإن قال عنه النووي فيه ضعف، بعض العلم يقول حتى في معناه لا يكون أحد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أصل الهوى مذموم عموما، يعني لم يمدح الهوى، الهوى باطل، كيف الباطل يكون تابع للحق؟ الباطل طريق والحق طريق. يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتباعه على الحق. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر الأدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي نقله ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ثم قال ليس معدودا، المقلد. نعم. ثم قال بعد كلام فإن الاتباع سلوك طريق المتبع، الطريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. وذكر كلام ابن الخويز أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. قال وذكر في الكوكب المنير شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة،
فقال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه ترك، وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا أي وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر وإن لم يكن من أجله، فالموافقة أعم من التأسي لأن الموافقة قد تكون من غير تأسي. انتهى كلامه. يلا أختم. قوله وطريقتهم هي دين الإسلام، أي سبيلهم ومذهبهم وصراطهم المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو، ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، هو دين الإسلام. يعني الصراط المستقيم له عدة تفاسير لكن مختلفة التفاسير، لكن اختلاف تنوع لا تضاد. ممكن قال الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، الصراط المستقيم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه. هل بينها تعارض التفاسير؟ لا، يقال اختلاف تنوع لا بأس به، يعني كل واحد من العلماء يفسره بحسب أسلوبه أو يفسره بجانب معين. دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا وهو دينه سبحانه وتعالى، يعني هو دين الإسلام، دين الله عز وجل ولا دين محمد ولا ديننا. يلا أبا سعد، الإسلام دين الله عز وجل ولا دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا ديننا نحن؟ مش دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم وديننا، ديننا. ليش قل دين الله؟ كأنك دين الله يعني اخترت واحدة من ذلك. طيب كيف هو دين الله ولا دين محمد ولا دين؟ تخليت باعتبار من شرعه فهو دين الله عز وجل، باعتبار من بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، صح، هو الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق، فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به، وهو ديننا الذي أمرنا إيش بالاستقامة عليه والتمسك به. واضح؟ واضح؟ طيب. ثم يقول الذي لا يقبل الله دينا سواه. طيب واليهودية والنصرانية التي كان عليها الرسل كانت أيضا هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكل الرسل كانوا على الإسلام، لكن اختلف الشرائع، لكن انقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة ونبذ الشرك كل الرسل. واضح؟ كل الرسل على الإسلام. فما أنزل الله عز وجل إلا دينا واحد هو الإسلام، وهو دين الرسل جميعا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما كان في من يهودية أو نصرانية منسوخ، والمنسوخ مثل العملة التي ألغيت ما عاد تعامل الناس بها. كان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، قال وبعثت للناس عامة وكافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. فبدين الإسلام نسخ الله عز وجل الشرائع، ولا دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذاك لو قال لا ممكن يكون في الآخرة من الفائزين، الله يقول في الآخرة من الخاسرين، هذا تكذيب لله عز وجل. حينئذ الأمر خطير جدا. بعض المثقفين يقول لك يعني الجنة فقط للمسلمين، بس لك أنت ربعك، ليه الجنة عرض السنة؟ حتى بعضهم يقول يعني يوم القيامة باب يدخل منه المسلمون، باب يدخل منه النصارى، باب يدخل منه اليهود، يمكن بعد في باب يدخل منه المجوس، البوذيون، الوثنيون. لا لا، إن الله لا يخفى ما يشرك به ويخفى ما دون ذلك لمن يشاء، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. إذا نسخت الشرائع لا يجوز العمل بها بعد ما نسخت. بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعلو به الدين كله وينسخ به جميع الأديان.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان هو رفع لم يموت بعد ولم فضل يكون قتل أو صلب، فينزل آخر الزمان فيحكم إيش بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فصلوات ربه وسلامه. يقول ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.